جيل المرحوم لامين جوب وابراهيم المالحه واحمد العلية وابراهيم الخيار وماقاي واد وتمقون محمد الكويري وافاده وعبد الله سيدي بيه. اوه الهدف الثاني لعبد الله السوداني، الهدف الثاني لعبد الله السوداني. اذا الهدف الثاني لعبد الله السوداني في كره سريعه، الهدف الثاني اذا للمحترف في المنتخب الوطني في تونس سوداني عبد الله السوداني الذي يحقق الهدف الثاني. عبد الله السوداني القادم من فريق اف سي انواليبو يسجل الهدف الثاني لفريق المنتخب الوطني.